7000 درهم و 8000 درهم. لا شي الحاولي اللي سخف البارح والسيده دخلت تسول في السوق لقات حاولي قالت لهم السلام عليكم شحال قالت لهم شحال هذا الحاولي هذا قال لها الشريفه دير 7000 درهم الحاولي هو يسخف سبع الثمن هو مرضاش هو مرضاش لراسو سخف وهذا ما عرف لا واش عيد ولا واش عاد عاده شد شد طلق طلق ما فهمتش انا العيد هذا شنو هو هذا والله ما فهمت بالله واش دارت السيده؟ والسيده هربات ملي بغا يقيس لها الكرون قالت لي ما تقيسوش راه فيه هر ما تقربش ليه شو دابا على التسطيح كي دايره ولينا فيه ولا طرائف ودابا ولا طرائف بزاف ولكن الحاجه اللي ضراتي في خاطري انا درت معاينه اليوم في السوق صفتي مواطن مغربي اللي كيضحي وضحيه العيد بحال كاع المغاربه والمسلمين كاملين دخلت كنقلب على الحولي باغي نشري حولي ديال 2000 درهم ما لقيتش قال لك سيدي 2000 درهم دابا ولات مشاده كلاميه بين البائع وبين التاجر وبين الشاري راه دابا شحال هذا الشيء ما كانش التخربيق ما كانش شحال هادي دابا 2000 درهم الناس تيقلبوا عليها والله العظيم الا اكثر من 90% ديال الناس كاينين في السوق هنا في محمديه تيقلبوا على حولي ب 2000 درهم 2000 درهم تيقلبوا عليه ما لقاوش واخا بصراحه الهوده لقيت 2000 درهم في السوق ما كاينش 2000 درهم اللي قال لك 2000 درهم كتب عليك ما كايناش 3000 درهم ما كايناش 2700 كاينه 5000 درهم 4000 درهم والمشكل واش تقدر تشري دابا حولي ديال 2000 درهم ب 5000 درهم راه ما يستاهلش عباد الله ما يستاهلش ولهذا كنطالبوا الناس المسؤوله راه باقي الحال ماشي بجا الحال راه باقي الحال راه باقي الناس ما شراوش راه باقي المغاربه ما شراوش باقي العيالات اللي مساكن مطلقات ما شراوش باقي الارامل ما شراوش باقي الدراري اللي مع والديهم ساكن مع والد باقي ما شراوش كيتسناو واش الناس كيتسناو السوق يهبط وكيتسناو المسؤولين يدخلوا وما بقيناش دابا كنتسناو الرخا في السوق ودابا كنتسناو المسؤولين يدخلوا وكنتسناو صاحب الجلاله الله ينصرو القائد الاعلى ديال هاد البلاد هذا يدخل في هاد الشان ديال اضحيه العيد حيت الرجاله دابا في الله سبحانه وتعالى وفي صاحب الجلاله اما المسؤولين وتقول ولا مسؤول تطلب شي رحبه ولا في شي سوق بغير رجال الامن مشكورين اللي كيامنوا اللي تيديروا الامن على المواطن واللي يحافظوا على الامان ديال المواطن والسلعه ديالو والفلوس ديالو والقوات المساعده واخا الهوشه بخصوص وما ينساوش عاوتاني اعوان السلطه هادو هما اللي كاينين في الاسواق اللي كيبانوا ليا ما بان لي حتى شي مسؤول انا شي مسؤول شي وزير ولا شي برلماني ولا شي واحد اللي هو تيهضر فيه الهضره قوه الهضره بلا 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 اجي سيدي انت اللي في البرلمان ولا انت اللي مسؤول ولا انت ما عرفتش شكون هو خلي خوتنا اللي صحابنا اللي كيكونوا معنا ديما اللي كنشوفوهم يوميا اللي منهم الامن ومنهم اعوان السلطه ومنهم القايد ومنهم الباشا ومنهم هادو راه ولاو خوتنا هادو كنشوفوهم يوميا وبغينا نشوفوا المسؤولين الكبار يدخلوا ويشوفوا هاد الاضحيه اللي كتباع اللي فالو السيس ولا مريضه واش المواطن ولا رخيص لهاد الدرجه في المغرب عباد الله واش المواطن ولا رخيص عندكم في هاد البلاد هادي راه صاحب الجلاله هادشي راه ما باغيش وباغي ما بغيش يكون للشعب ديالو راه عيب وحشومه وعار المواطن يمشي ياخذ اضحيه اللي هي مريضه في السوق ويشريها بثمن 6000 ولا 7000 درهم وحشومه المواطن يشري واحد الاضحيه اللي ب 8000 و 7000 درهم وسخف ليه برا هادشي راه حشومه وعيب وعار وعواشر هادي فينا هو الاسلام فينا هو الدين واش حتى لهاد الدرجه المواطن ولا رخيص ولا رخيص المغرب فينا هو التضامن والتآزر البارحه جا الزلزال كلشي كيجري شاري الحليب شاري الزرع شاري الدقيق شاري ما عرفتش الدواء باغي يمشي بالطوموبيل ديالو خسر الفلوس خسر ها الاضحيه ديال العيد ها الزلزال هذا هو الزلزال الحقيقي الزلزال الحقيقي راه ماشي هو اللي ضرب لهذاك النار هذا هو الزلزال الحقيقي الحولي داير 8000 درهم هو كيسوى 4000 2500 درهم تبيعوا المواطن بهذا الثمن بنادم مسكين كيبكي عيالات ارامل تيبكيو مطلقات كيبكيو دراري مع والديهم كبار باغيين يفرحوا والديهم تيبكيو ومساكن كاين اللي مسلف وهذا العام هذا كاين اللي كيحشم يقول لك انا راه باقي ما شريتش كاين اللي كيحشم والله العظيم الاخ كريم المعاينه اللي درت حاليا في الاسواق اربعه الاسواق مشيت لهم وحذاري حذاري حذاري المغاربه طاحوا في الفخ ديال الحواله اللي مراد راه كاينين في السوق تيتباعوا في جميع الاسواق تيتباعوا راه ما نقولوش كاين هنا في محمديه ولا في كازا وفي جميع الاسواق كاينين الغشاشه وما نهضروش حنا على الشناقه ولا نهضرو على الكسابه ولا نهضرو وكاينين حتى مواطنين عاديين تيساهموا في الغش عرفتي شنو هي المساهمه في الغش المواطن العادي هو انك كتمشي وكتدخل وكتشري حولي اللي ما كيستاهلش الثمن ديالو هنا راك كتشجع نتايا على 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 باش داك السيد يبيع الحولي بواحد الثمن اللي هو غالي وماشي حشومه ماشي عيب ها المغاربه حتى الدرجه حنا ولينا كنضربوا بعضياتنا ولا الجلويه ملي الذبيحه ملي كطيح تيكثروا الجلاوه راه هي هادشي اللي ولينا فيه دابا وفين انت مسلميت فين هو التضامن فين هو التآزر فين هو الاخوه حشومه وعيب وعار هادشي والله حشومه واحد الصديق ديالك قال لك كتب رحبه يعني بكيتي شفت داكشي بكيت اصاحبي بقى فيا الحال راه مغربي حر راه حنا واقفين على ثلاثه توابيت الله الوطن الملك نعم الا ما عزيزش عليك الله راك ماشي مغربي ما زيدش عليك الوطن راك ماشي مغربي ما زيدش عليك الملك
راك ماشي مغربي. الا كانوا في ثلاثه التوابيت راك مغربي حر، وملي كتدخل للسوق عرف راسك راه انت ماشي مغربي. الا طبقتي داكشي اللي كتطبق على المغاربه ديال حولي كتبيعو ليه انت ب 4000 5000 درهم ومشي تحقق صاحبي. لقيتي الشناقه ولا الكسابه؟ ولقيت كلشي كيخون كلشي كيخطف. اللي طاح قدامو شي واحد مشى ولكن انت حولي مريض. والحولي مريض اصاحبي انت بنفسك عينتي حولي مريض فيه وتسيسه. ملي سولتيه قال لك هذا ديز في الذبيحه وهذا ماشي خصو الاعتقال مباشره. هنا خص الضوء ديال الامر ديال الاب المشكورين يدخلوا لجنه المراقبه. ولجنه المراقبه وهذا اللي ضرني في خاطري المراقبه. ما كايناش عباد الله، ما كايناش المراقبه، راه باقي الحال. راه تناش المسؤولين هاد المنابر الاعلاميه من هاد 50 منبر اللي واقفين عليا دابا، راه تناش المسؤولين ديال المغرب كامل وماشي ديال المحمديه. وادخلوا للاسواق وعباد الله، دخلوا الاسواق وشوفوا الحولي، راه كاين الحولي اللي بغات كيتباع. وشوفوا الاثمنه راه خياليه. المواطن راه كاف راه تقلق، وراه المغرب عزيز عليه. ومع ذلك الحولي واخا غالي راه عزيز عليه البلاد، وشاد في التوابيت ديالو وانتم باغي تخرجوا على التوابيت ديالو. حشومه عليكم وعيب وعار. واش هاد الدرجه المغربي ولاو ما ساوي والو في هاد البلاد هادي؟ واخا الهوته بخصوص الاكباش الرومانيه والاسبانيه اللي دخلت الاسواق. الغريب في الامر شفنا شناق بحال الطانقه ديال خروف روماني كيقول شرب وراه راه شحفونه. والله الا شحفونه شرب شرب الهوته من بعد نكمل معاك. شرب وحشومه عيب وعار بالله. والله الا رعدونا انت صاحبي رعدونا. انت المغربي اكيد غيبقاو خوتنا، غيبقاو فينا المغاربه كاملين. خوتنا المغاربه اللي باقي ما عيدوش اصاحبي بقاو فينا. والناس راه عندهم 2000 درهم باغيين يعيدوا 3000 درهم كاع. وانا عيطوا لي ناس اصدقاء ديالي قال لك حنا عندنا 5000 درهم و 4000 درهم، وكيفاش دخلنا للسوق حشمنا من ذاك الحولي اللي داير ذاك الثمن. عيب وعار وحشومه ناخذوا بذاك الثمن وما يستاهلهاش وما يستحقهاش. الناس بغات تفرح براسها، بغات تفرح براسها. سمحوا لنا الاخوان نشربوا راه حنا شحفنا. الهوته بعد عندك هنايا الحوايج العيد وجدتي هما السي الهوته. هادشي ناضي الحمد لله. الهوته حرير هادي سمع لينا. الهوته بعد الشناقه دخلوا السوق ديال الرهبه ديال والله العادي انا كون عندي انا تنعيد لشي 100 واحد. خليك معايا السؤال باش نوصلوا الصوت والصوره. وحدين واحد من الشناقه دخل السوق يعني تقريبا قبل يومين، جاب حواله ديال رومانيا حيد لهم الطانقه وقال لهم ديال البلاد وشحال. قال لك عطاو 75 وما بغاش يبيع. ودرنا بث مباشر والناس تفاجئوا قال لكم نعس الشيطان. هذا خصو الاعتقال. هذا خص شوف هنا خص الرجال الحموشي يدخلوا على الخط وما يهضروش معاه. لكن خص لجنه المراقبه. لا لا شوف ما كاينش لجنه المراقبه هنا، خص لجنه المعاقبه. هنا خص لجنه المعاقبه، خص الدراري ديال الامن يدخلوا يعتقلوا مباشره في لايف مباشره باش يكون عبره للناس كاملين اللي كيديروا هاد المشاكل بحال هكا في السوق. واش عباد الله الحواله حنا ما عمرنا عشنا هاد العجب هذا بحالها. اذا هادو راه بغا يحيدوا لنا العقيده ديالنا وبغا يحيدوا لنا السنه ديالنا اللي امر بها الله سبحانه وتعالى. راه قول على يقين الاخ كريم، راه كون كان هذا راه الاخ خالد هذا كان غادي ولكن صدق راجع برشلونه. فيني تحليل قوت الخلعه والله العظيم الاخوان. راه كون كان سيدنا ابراهيم دابا عايش لهاد الساعه هادي، كون كان سيدنا ابراهيم عايش لهاد اللحظه هادي غيتبرأ من هاد الناس هادو. والله حتى غيتبرأ من هاد المغاربه هادو بالله قسما بالله. هادو هادو غنقولوا شي كلمه قد راسنا هذا في اللايف غيسمعوا الاخوان غينقصوا منا. حنا غنقول واحد الكلمه حسبي الله ونعم الوكيل. هاد الناس اللي كيتكرفصوا على المغاربه حاليا هذا راه تكرفيس. هذا سمعنا من بعض المواطنين قال لك شناقي ياخذ حولي ب 4000 درهم وكيقول لي 6000 درهم باغي يبيع. زيدك واحد الكلمه اخرى، زيدك واحد الكلمه اخرى عاوتاني. شوف حنا كاع تنديروا التجاره. الكل فاش كيدير التجاره كندير التجاره في الملابس الجاهزه. هذوك الناس كيديروا التجاره، الا جينا بقاو هنا نعضوا بعضياتنا ونقربوا بعضياتنا، فينا هو الاسلام؟ فينا هو الاخوه؟ فينا هو التآزر والتضامن؟ فينا هو فينا هو فينا هو؟ إذا هنا راه صافي ولينا حنايا هنا عديان بعضياتنا، ولينا حنا شعب ضد شعب، وهذا الشيء راه ما بغيناش يكون في البلد ديالنا، ما بغيناش نمثلوا واحد الصورة على بلادنا خايبة في بلدان أخرى. حنا كنعرفوا عندنا حنا واحد الناس اللي هما ما حاملينا، ما قابليننا، ما بغيناش نخرجوا في لايفات بحال هكا، ما كرهناش نخرجوا بلايف ونشكروا جميع الأجهزة.